عنواننا الأول يعني وللوهلة الأولى وأنتم بتسمعوه حتتخيلوا كأنكم سمعتوا الخبر مني قبل، وأنا نفسي حاسة أني تكلمت فيه حتى من قبل، لكن للأسف الخبر جديد والضحية جديدة وفي قاتل جديد من أمس في الليل، واسم أماني الجزار وهي فتاة من المنوفية في مصر، بيتصدر كل المنصات بعد تداول فيديو لمقتلها على يد شاب رفضت الارتباط فيه. أماني الجزار طالبة تربية رياضية عمرها 19 سنة، قتلها شاب قالوا اسمه أحمد عميرة وعمره 29 سنة، حاصل على دبلوم صنايع لكنه عاطل عن العمل، وقيل أنه كانت قدم لها للزواج ورفضته هي وأسرتها. أماني كانت خارجة من بيتها باتجاه المخبز، وأثناء عودتها وهي داخلة على بيتها أطلق عليها أحمد النار من الخلف في ظهرها وهرب فورا، وبعد نقلها للمستشفى فارقت الحياة متأثرة بإصابتها. أسرة أماني وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية قالوا إنه الشاب ما جاء تقدم لها بشكل رسمي، وكان دايما بيتعرض لها في الشارع وبيعاكسها، وكثير اشتكت منه وهو ما كان جدي في طلب الزواج منها، ووصفوا أهل الحارة اللي بيسكن فيها إنه عاطل ومدمن وسيء السمعة. عموما مشاهدينا، للآن ما في أي معلومات عن مكان القاتل، وما زالت عمليات البحث عنه مستمرة. هذه الجريمة صارت بعد ساعات من جريمة ثانية كانت على وشك الحدوث لكن ما اكتملت، وهذه كانت في القاهرة، وفي تفاصيلها أنه شاب هدد فتاة اسمها فسنت أنه راح يذبحها مثل نيرة وسلمة، طبعا هو قصده يعني نيرة أشرف وسلمة بهجت. ضحايا سابقين قتلوهم شباب رفضوا البنات أنهم يرتبطوا فيهم. المهم هذا الشاب هدد فسنت أنها إذا ما وافقت على الزواج منه حيكون مصيرها مثل نيرة وسلمة، ومو بس كده لا، وصل فيه الأمر أنه لا يروح ويهاجم بيتهم ويتعدى عليها وعلى أهلها بالضرب، وهي مباشرة اتصلت بالشرطة وبلغت عنه وتمكنوا من القبض عليه ومنعوا حدوث جريمة بحق الفتاة. أخبار حقيقة الواحد وهو بيسمعها بيحس بثقل يعني وألم فظيعين، يعني بسنت يعني يمكن محظوظة الشرطة وأهلها لحقوها، لكن نيرة وسلمة وآخرهم أماني لا. فنير للتذكير ترى فتاة قتلها زميلها عادل محمد أمام الجامعة في 20 يونيو ونحرها بطريقة بشعة جدا لأنها رفضته. انحكم بسرعة عليه بالإعدام، واليوم بس فريد الديب المحامي تقدم بالطعن على الحكم، وتابعنا معاكم القضية بتفاصيلها من أول يوم والجدل اللي عملته. بعدها بأسابيع شفنا سلمى بهجت اللي قتلت طعنا وأيضا على يد شاب رفضته، هذه المرة في الزقازيق، وللمصادفة اليوم كانت أولى جلسات محاكمته وتأجلت لبعد بكرة، واليوم أماني. كل هذه الجرائم واللي جالسة بتصير بدم بارد من القاتل بتاخذنا لسؤال واحد: قتل الشباب لبنات رفضوا الارتباط فيهم هل أصبحت ظاهرة؟ كيف ممكن نوقفها؟ يعني في الأول قلنا حالات فردية، لكن التكرار وفي أسابيع قليلة ما هو عادي، وفي الوقت اللي الكل تخيل أنه سرعة الحكم على قاتل نيرة أشرف بالإعدام رح يوقف جرائم من هذا النوع، انصدمنا أنه لا، الجرائم جالسة بتزيد. وهل يعقل أنه ما عاد تقدر البنت ترفض شاب؟ وكيف ممكن فعليا نوقف ظاهرة مثل هذه؟ ينضم لنا من القاهرة استشاري الصحة النفسية دكتور وليد هندي. أهلا فيك معنا دكتور وليد. يعني صراحة بعد هذه الحالات كلها هل نقدر أنه نعتبرها فعلا ظاهرة؟ أهلا بك سارة، تحياتي ليكي ولكل مشاهدينا على قناة العربية. يعني خلانا نتفق أن قتل السيدات موجود قدم الإنسانية، ولكن نظرا لأن الناس بقت كثيفة الحجم، يعني العدد كبر وبقى فيه سوشيال ميديا بيتنقل الأخبار وبقى مسرح لإسقاط عوراتنا وكل تفاعلاتنا الاجتماعية، بقت الظاهرة موجودة. الظاهرة موجودة حضرتك حتى بالأرقام، يعني 40% من ضحايا القتل بيكونوا من السيدات،
وغالبا اللي بيقتلهم بيكون حبيب. الحبيب ده يطلع زوج، يطلع عشيق، يطلع طليق، ولكن في النهاية بيكون هو المصدر الأساسي للقتل. القتل والنحر اللي احنا بنشوفه ده واتباعا بيفكرني بمقولة الشاعر العظيم الأصمعي لما قال من الحب ما قتل، من الحب ما قتل حقيقي. ليه من الحب ما قتل؟ لأن في ناس بيبقى عندها خلل واضطراب في الشخصية اسمه اضطراب التعلق، بيخليه وانس ان هو يحب حد ما يتخيلش لحظة ان هو يقدر يبعد بعيد عنه، فأول ما بيقابل بالرفض بيبتدي يستثار غضبا ويستشاط ضده ويبتدي ما يشوفش، بيروح في غيبوبة حسية، وأول ما بيفكر بيفكر في عملية. لا بس يعني دكتور وليد، يعني إذا الموضوع بدنا نربطه بموضوع الحب يعني، وإنه من الحب ما قتل، يعني عسى عمرنا كلنا ما حبينا إذا هذه النتيجة يعني الصراحة، يعني إنه يعني دحين إحنا أي شخص يحب أحد نتخيل منه إنه ممكن يسوي كده يوصل لهذه الدرجة من العنف، يعني ما نبغى نبرر جرائمهم بالحب اطلاقا، احنا مش بنبرر ولكن احنا بنفسر. يعني بص حضرتك، احنا لما جينا حبينا كنا بنحب بنوع من التوازن، لان كنا بنعيش في بيئات مستقره، أوكي. سلوك انسنه وعلاقه الوجه للوجه وقيم من قبل الوالدين بيدوها لنا. يعني انا هقول لحضرتك احصائيه مثلا النهارده، ان معدل الطلاق في مصر زاد عن السنه اللي فاتت بمعدل 14%، يعني بقى عندنا كل دقيقتين حاله طلاق، يعني حوالي 25 حالة في الساعة، 18,000 حالة كل شهر. مين اللي بيدفع ثمنهم؟ مش الأولاد، اللي بيدفع ثمنهم المجتمع اللي الأولاد دول بيترموا فيه، وهم بيعانوا من التجاهل والقسوة الوالدية وعنف الوالدين وعدم تقويم السلوك. ده الجريمة حضرتك بتاعت النهاردة، ده ضربها من الخلف، ضربها من ظهرها. أيه. يعني لو حد كان هو بيتربى طيب صح يعني وبيتقال له عيب، أوكي. يعني نقدر نسميها الضرب. ظاهرة دكتور وليد، هي بكل تأكيد طبعا هي ظاهرة، طالما طيب تكررت بالشكل ده هو أكيد ظاهرة بالضبط. بس يعني هل نقف عند المرحلة العمرية بتاعت القتل؟ إنهم صغار يعني؟ بالظبط، اللي هي مرحلة الاندفاعية ومرحلة الشباب، لازم نشوف تكوينهم والتنشئة بتاعتهم، لأن دايما سلوك العنف ما بيأتيش على حين غفلة من أهليها. يعني دايما اللي بيرتكب جريمة قتل دوت بتلاقي بناءه النفسي. بس يعني هل هم إنه استوحوا من قصة نيرة اللي صارت في البداية؟ أكيد حضرتك، الإنسان لما بيبقى قدام منه حادثة واثنين وثلاثة، في نظرية عندنا اسمها فقد القيمة. فقد القيمة أنه خلاص فقد قيمة الحياة، فقد قيمة المشهد اللي المفروض يبقى مروع بالنسبة له من إراقة الدماء، وبالتالي بيعملها بصورة تكرارية، سواء كان في حادثة قبل منها واثنين وثلاثة، أو حتى شاف بعض حوادث القتل والنحر عبر السوشيال ميديا أو وسائل الإعلام أو ألعاب الفيديو جيم، وبالتالي بيعمل هو السلوك بصورة تكرارية واعتيادية. أيوة. من غير ما يستشاط جواه وازع الداخلي وهو الضمير. أيوة. نحن نشكرك على هذه المداخلة وهذه التوضيحات النفسية. كان معنا من القاهرة استشاري الصحة النفسية دكتور وليد هندي، شكرا لك.